بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 34 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية والحديبية تنفع الاثنين، والتخفيف أشهر. وكان صلح الحديبية في العام الثالث من الهجرة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 29 بعد 724,000، قال: حدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين يوم الحديبية. فكتب، يبقى كاتب الصلح كان سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، والذي يملي الصلح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يشترط سهيل بن ابن عمرو القرشي قبل إسلامه وكان كافرا في وقت الصلح. فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله. وفي رواية: هذا ما قاضى عليه. ما كان كاتب، قاضى يعني حكم وفصل او شرط. وعشان كده العمرة اللي عملها بعدها بسنة سموها عمرة القضية، لانها عمرة مبنية على هذا القضاء، هذا الصلح يعني. وقيل انها عمرة القضاء ايضا مقابل لهذا الصلح، خلافا لما يعتقد عمرة القضاء انها قضاء عما فاته من عمرة الاحصار، ومعلوم انه اذا احصر لا قضاء عليه، واضح؟ فسميت عمرة القضاء لا لكونها قضاء عن عمرة الإحصار التي أحصر، بل لكونها مبنية على هذا القضاء الذي كان بين النبي وبين قريش وهو الصلح. فالصلح يسمى قضاء، واضح؟ فدي نقطة قل من نبه عليه، قل من نبه على هذا. كثير من الناس يفتكر عمرة القضاء أي قضاء عما فاتت عن العمرة السابقة، لا، لأنه لا يجب قضاء العمرة التي أحصر بسبب العدو فيها، واضح؟ وأشكر في رواية: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا ما كاتب عليه، لأن الراوي يروي بالمعنى. خد بالك، البراء بن عازب يروي بالمعنى، يروي معنى ما تذكره من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، فيمكن يستبدل لفظ مكان لفظ. هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نكتب رسول الله، لا تكتب رسول الله. فقالوا اللي هو قال مين؟ سهيل بن عمرو. فقالوا هنا جابها بالجمع مع ان اللقاء الواحد ليه، لانه كان ينوب عن المشركين جميعا،
فهمت؟ فهو واحد في ظاهره إلا أنه ينوب عن كل المشركين، فباعتبار من ينوب عنهم جمعها فقالوا، والقائل واحد وهو سهيل بن عمرو الكافر عندما كان كافرا، فقالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. الخلاف بيننا وبينك ان احنا ايه، لا نعترف بانك رسول الله، لا هم بيقولوا كده، وبالتالي لا تثبت ما لا نعترف به، ده رأيهم في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي امحه، يعني امحو لفظة رسول الله واكتب مكانها ابن عبد الله امحوه. فقال ما انا بالذي امحاه، يبقى هنا النبي امر وسيدنا علي لم يلتزم الامر. لماذا؟ لان الامر الذي يدل على تنازل النبي عن حقه يستحب عدم تنفيذه من باب الادب. النبي هنا يتنازل عن حقه، فهو ليس امر للتعبد لعبادة الله، ده امر بيتنازل فيه النبي عن حقه لامته، فهمت؟ فقال ايه امحه يا علي، فواضح ان النبي يتنازل هنا عن حقه بامره من محو. فاذا كان الامر فيه شميم التنازل عن الحق يستحب عدم الالتزام به، ويكون من هنا تقديم الادب على الاتباع اولى، ودي قاعدة مهمة ان الادب يقدم على الاتباع متى؟ اذا كان الامر فيه شميم التنازل عن الحق، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر سيدنا ابي بكر ان يستمر واقفا اماما باشارته في الصلاة في مرض وفاته، فلم يلتزم الامر سيدنا ابي بكر وتراجع القهقرة وصلى مأموما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا أبا بكر أن تصلي بالناس وقد أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم القوم ورسول الله بينهم. فكان النبي إذا بإشارته أن يستمر إماما فيها تنازل عن حقه لأنه هو الإمام. فلما فهم سيدنا أبا بكر هذه القاعدة لم يلتزم الأمر، وكان عدم التزام الأمر هو الاتباع. لماذا؟ لأنه أمر فيه تنازل عن الحق، واضح؟ بخلاف ما يأمرك بأمر تعبدي تلتزم على طول، إنما لو كان في أمر فيه تنازل عن الحق يبقى في الحالة دي الأدب يقدم على الاتباع، كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب هنا ولم يلومه النبي. النبي قال لو أمحوه، فقال ما أمحوه أبدا والله. شوف زي يرد الامر ويقسم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم سيدنا علي، لم يقل له كيف تترك امري وقد امرتك. ليه؟ لان سيدنا علي فقيه، فهم ان النبي يامره بامر فيه تنازل عن حقه، فهو لا يتنازل عن حق النبي. اذا اراد النبي ان يتنازل عن حق نفسه فليفعل النبي ذلك، وانا لا لست مسؤولا ان اتنازل انا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أمرت بتوقيره ونصرته وتعزيره. فقدم سيدنا علي بن أبي طالب الأمر الأعلى، فهمت بقى الأمر؟ وبناء عليه استدل كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على استحباب تقديم لفظ السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في التشهد والأذان والإقامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعلمنا الصلاة الإبراهيمية قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحقيقة أن النبي هو سيد ولد آدم، فتنازل عن حقه لأمته فلم يأمرهم أن يقولوا سيدنا محمد تنازلا عن حقه لأمته، فيكون من باب الأدب أن تقول أنت سيدنا بالرغم أن المأمور به بغير لفظ سيدنا. بناء على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول لأمتي لا تتمثلوا لي قياما، إذا دخلت عليكم لا تقوموا تنازلا عن حقي لأمتي، وكان يقول قوموا لسيدكم لما دخل سعد بن معاذ قال لهم قوموا لسيدكم، يبقى ينهانا عن القيام له ويأمرنا بالقيام لغيره،
طب اذا كان هو من باب اولى نقوم له. فاذا نهانا عن القيام له اذا دخل علينا هذا امر فيه تنازل عن حقه لامته. ولذا كان سيدنا حسان بن ثابت اذا دخل النبي تمثل له قيام بالرغم الامر، والنبي ينظر اليه ويبتسم ويقول له الم اقل لكم لا تقوموا لي، فيقول سيدنا حسان عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يمتثل له قائما، فينظر اليه النبي ويبتسم. يبقى في اوامر كثيره تدل على تنازل النبي عن حقه لامته، فيكون الادب فيها الا تلتزمها بل تلتزم الادب. واضح؟ فدي امر مهم ناخد بالنا منه. وبالتالي في مذهبنا الشافعي يستحب عند الصلاه في التشهد ان تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه داخل الصلاه. ويستحب ايضا في الاذان ان تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله في الاذان والاقامه. من باب هذه القاعدة أن التزام الأدب مقدم على الاتباع إن كان الأمر بالاتباع فيه تنازل عن الحق. واضح؟ فدي نقطة مهمة قل من نبه عليه. فقال ما أنا بالذي أمحاه، ده سيدنا علي رد الأمر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، يعني يأتوا العام القادم يدخلوا مكة يعملوا عمرة ويقيموا فيها ثلاثة أيام ثم ينصرف. وهذا دليل قوي عند الشافعية وغيرهم من الفقهاء أن حد الإقامة ما زاد عن ثلاثة أيام، وبالتالي رخص السفر تستمر مدة ثلاثة أيام. إن لم تعزم الإقامة أكثر من ثلاثة أيام فأنت ما زلت مسافرا، لك أن تقصر الصلاة وتجمعها ولك أن تفطر في رمضان لأنك ما زلت مسافرا. أما إذا أجمعت الإقامة أربعة أيام فأكثر، لأن الأزيد من ثلاثة إيه؟ أربعة. فجعلوا حد الإقامة ما زاد عن الثلاثة، يبقى أربعة أيام حد الإقامة، وأقل من أربعة أيام حد إيه؟ السفر. وده دليل مهم عشان يفيدك في أثناء السفر. إن سافرت مكان في مسافة قصر وعزمت أن تمكث فيه أقل من أربعة أيام لك أن تجمع وتقصر طول مدة إيه؟ إقامتك هناك، لأن ما زلت لك حكم المسافر. واضح؟ وكمان حق الضيف قلنا ثلاثة، مش كده برضو؟ برضو دليل على أنه يظل ضيفا لمدة ثلاثة أيام، زاد عن ثلاثة بقى مقيم خلاص. فكل دي أدلة يستدل منها الشافعية على أن الثلاث حد حد بين المقيم والمسافر، والثلاثة أقل من أربعة، يعني الثلاثة يعني أقل من أربعة، وأقل من أربعة في الأوقات يعني إيه؟ يعني 19 فرضا، لأن الأربعة خمسة في أربعة بـ20 فرض. يبقى لو هتصلي في مكان السفر 19 فرد فأقل لك أن تجمع وتقصر، هتصلي 20 فرد بعد الوصول يبقى لا تجمع ولا تقصر بمجرد الوصول لأنه زال عنك حد السفر. وقلنا هذا الكلام قبل ذلك في صلاة السفر. وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. جلبان السلاح اللي هو الجراب، بس الجراب اللي بيوضع فيه السيف مغمودا ويوضع فيه الصوت، اللي هي زي الوقت في زماننا الهاند بيج اللي هي شنطة اليد. جلبان السلاح هي شنطة اليد، الشنطة اللي ماسكها حاطط فيها حاجاتك الخاصة. فهمت؟ ادي اسمها جلبان السلاح، وهو الجراب الذي يوضع فيه السلاح مغمودا في غمده ويوضع فيه صوت فرسه او حاجياته الخاصة. ولا يدخلها بسلاح الا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟
قال القراب وما فيه، والقراب بمعنى الجراب، القراب بمعنى الجراب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، أحصر أي منع من الدخول وهو محرم، يبقى معنى أحصر إيه؟ منع من الدخول مكة وهو محرم. وعشان كده الآية بتقول إيه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يذبح هديا مكان إحصاره ويحل من إحرامه. قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، أي قريبا من مكة، يعني على مشارف مكة عند منطقة الحديبية، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، يعني في العام القادم، وكان في شهر ذي القعدة، هذا الصلح كان في شهر ذو القعدة من السنة السادسة من الهجرة. فلما جاء العام القادم في عمرة القضاء أو القضية كانت أيضا في شهر ذو القعدة، على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها. دي الشروط، ولا يخرج بأحد معه من أهل مكة ولو كان مسلما، ما يخرجش مع النبي، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. هم اعترضوا على بسم الله الرحمن الرحيم كمان، بس الرواية دي فيها اختصار، قالوا لا اكتب باسمك اللهم، قالوا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى اعترضوا على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك اللهم، فالنبي وافق، لانها هي نفس المعنى، باسمك اللهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، فالنبي وافق لانها لا تغير المعنى. ثم اعترضوا بعد ذلك على كلمة رسول الله، فالنبي تنازل وكتب ابن عبد الله، لان محمد بن عبد الله هو رسول الله، فلا تغير المعنى. واضح؟ هذا ما قاضى، شوف اهي قاضه مش كاتب بقى، قاضى، عشان كده قلنا عمرة القضية وعمرة القضاء نسبة لهذا القضاء الذي كان بين النبي وبين الكفار. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال له المشركون، طبعا فقال له المشركون هنا ايه؟ ده واحد سهيل بن عمرو، لانه ينوب عن المشركين. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها بيده الشريف. وكتب ابن عبد الله، وكتب هنا تعود على النبي اللي كتب ولا أمر بالكتابة؟ انقسم المسلمون والعلماء في هذه اللفظة على مذهبان. مذهب قالوا أن النبي كتب الحقيقة، وأن هذا معجزة من معجزاته، بالرغم أنه أمي إلا أنه كتب في هذه الحال، ولا يستبعد أن الله كما علمه أن يقرأ ما لم يكن يقرأ، وأن يعلم ما لم يكن يعلم، علمه أيضا الكتابة وكان لم يكن يعلمه،
وهذا من من ايه؟ من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم. وزعيم هذا القول الباجي من علماء المغرب، ووافقه كثير من العلماء في المغرب والمشرق، وأميل أنا لهذا الرأي، أنه لا يمتنع أن يكون الله أعلمه الكتابة بعدما أوحى إليه. والفريق المقابل قالوا لا، كتب أي أمر بالكتابة، كما يقال رجم النبي ماعز يعني أمر برجمه، كما يقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم الزاني أي أمر بجلده ولم يباشر بيده، فيبقى كتب هنا أي أمر بكتابة ولم يكتب بنفسه. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى أن الله أن النبي صفته الأمي، والكتابة تمحو عنه هذه الصفة التي موصوف بها، وهي صفة ملصقة به صلى الله عليه وسلم، وكان يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا قال ذلك. وقال أيضا صلى الله وقال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. دي أدلة الفريق المقابل الذي ينكر أن النبي كتب بيده مباشرة. نرد عليهم ونقول المذهب المقابل يقول لهم الآية تقول وما كنت تتلو من قبله أي من قبل الوحي من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهذا خارج عن النزاع، ونحن نقول أنه كتب بعد الوحي، فالآية لا ترد ذلك، واضح؟ ثم إن الأمية لا تزول عنه بالكتابة، لأن الأمي معناه من لم يعلمه أحد، والنبي تعلم بالله علمه الله، فهو كتب وما زال أمي، فالأمية معناه لم يعلمه أحد من البشر، ونحن لا نقول أنه تعلم الكتابة بأحد من البشر، بل كتبها مباشرة بتعليم الله إياه، فهذا خارج عن محل النزاع، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وكتب ابن عبد الله فأقام بها 3 أيام، يعني بعد سنة بقى لما راحوا يعملوا العمرة في السنة اللي بعدها أقام بها صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك، يعني خايفين لحسن إيه المسلمين يقعدوا، المشركين خايفين للمسلمين يقعدوا في مكة أكثر من 3، فبيفكروا سيدنا علي بالشرط عشان يذكر الصحابة، فأمره فليخرج، فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب في روايته ما كان تابعناك بايعناك. بيقول لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، في الرواية الثانية ما كان تابعناك، قال له لو كنا لو نعلم أنك رسول الله بايعناك، ما كان تابعناك، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا، لأن فيها نوع من التنازل، قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، يعني من ارتد من عندنا ورجع لهم أبعده الله، مش عايزين يقعد معنا واحد مرتد، مش خسرين حاجة، ومن جاءنا منهم أي مسلم رددناه إليهم وسيجعل الله لهم مخرجا، وربنا بالفعل جعل لهم مخرجا، وانت عارف موضوع أبو جندل بعد كده لما راح إيه وعمل لهم مكان، ثم بعد ذلك فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدها بفترة وليلة، وتحققت نبوءة النبي وتم الصلح
وبهذا الصلح كان بركة كبيرة. من 6 هجرية ل 8 هجرية بعد الصلح في سنتين دخل في الإسلام أضعاف من دخل في الإسلام منذ أن أوحي للنبي. يعني شوف النبي أوحي إليه 13 سنة في مكة و6 كمان في المدينة، أدي كام؟ 19 سنة. في السنتين اللي بعد الصلح اللي دخلوا في الإسلام أضعاف من دخل في 19 سنة ببركة إيه؟ هدوء بقى، الهدوء وعدم الحرب. فحصل نوع من الاحتكاك بين المسلمين وبين الكفار، فعرضت عليه الدعوة بطريقة فيها نوع هدوء نفس. فكثير من الناس سمعوا الإسلام وسمعوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء نفس، فإيه؟ فأصبحت نفوسهم ممهدة للدخول في الإسلام. وعلشان كده لما فتح مكة دخلوا في الإسلام، لأنهم كانوا ممهدين من خلال هذين السنتين بسبب احتكاكهم بالمسلمين ومعرفتهم أخبار النبي ومعجزات النبي وسماعهم للقرآن الذي لم يسمعوه. كل هذا جعل الناس تدخل في دين الله أفواجا ببركة هذا الصلح وتوقف الحرب. فدخل في الإسلام بالصلح أضعاف من دخل بالإسلام بالقتال. فهمت بقى؟ دي البركة. وعشان كده قالوا إن فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا الفتح في الآية هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، لأنه كان تمهيدا لفتح مكة، إذ لولا صلح الحديبية ما فتحت مكة أصلا. فكل ده يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الحكمة وهو أحكم الخلق، حتى أن حكمة هذا الصلح غابت عن كثير من الصحابة وكانوا معترضين ويروا أن هناك تنازل ودنية في الدين كما فعل سيدنا عمر، ولكنها ظهرت بعد ذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ولي أمر المسلمين له أن يتنازل عن بعض الحقوق لمصلحة الناس ولو غابت حكمة التنازل هذا عن كل الرحيم. فهمت بقى المسألة؟ فده نقطة مهمة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيعلل لهم عشان ايه الصحابة تتحمل هذا التنازل، لأنه كانوا جايين عايزين يحاربوا. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. فببركة دعوة النبي بالفعل كان لهم فرجا ومخرجا. ثم إن بعد فتح مكة كانت كل قبائل العرب منتظرة إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت بإسلامها قبائل العرب، فدخلوا في دين الله أفواجا ببركة هذا الصلح. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير وتقارب في اللفظ، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهيل بن حنيف يوم صفين، فقال قام سهل بن حنيف، قام سهل بن حنيف يوم صفين أيام سيدنا علي ابن أبي طالب لما قبل التحكيم، وأتباع سيدنا علي مش عاجبهم، وسيدنا علي يقبل التحكيم تنازلا عن حقه حتى لا تراق الدماء. فسهل بن حنيف من أتباع سيدنا علي بيقول لهم افتكروا لما النبي قبل صلح الحديبية وكان فيها تنازل، وكان تنازله من أجل مصلحة الأمة، فكان فيه فتح كبير، فاقبلوا تنازل سيدنا علي في هذا قياسا على تنازل النبي في صلح الحديبية، لأن هذا يكون فيه صلاح وإصلاح بين طائفتين كبيرتين من المسلمين فلا تراق الدماء. فهم؟ فكان بيفهمهم ويذكرهم، يقيس هذه الحادثة بالحادثة القديمة التي فاتت وقد نسوا. قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس، ويوم صفين كانت الواقعة اللي بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية وأنصاره وأهل الشام، مش كده برضو؟ فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني اتهموا أنفسكم في عدم رؤيتكم الحكمة. فهمت ازاي؟ ما تعتبرش نفسك انك انت اللي شايف الحكمة وغيرك مش شايف، اتهم نفسك. اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب، كان معترض سيدنا عمر،
فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله، ولن يضيعني عشان تبقى مفتوحة كده كويس، ولن يضيعني الله أبدا. يعني إني رسول الله يعني أتصرف بالوحي وبالحكمة. إلزم غرزك يا ابن الخطاب واعرف مقامك. فهمت؟ كأن النبي يريد أن يقول له ذلك. قال: فانطلق عمر. سيدنا عمر مش صابر، لأن سيدنا عمر كان طبيعته شجاعا وكان مغوارا وكان يحب أن ينصر الدين في الوقت الذي يراه هو أنه نصر للدين، ولكن هذا ليس وقت نصرة بهذه الطريقة، بل قد تكون نصرة الدين بالتنازل في وقت تكون التنازل فيه الحكمة. فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. شوف إجابة سيدنا أبو بكر نفس إجابة النبي. هذا يدلك على عظم مقام هذا الصديق وعلى جليل علمه، وأنه هو أعلم الصحابة وأفضل الصحابة وأقرب الصحابة فهما لحكمة النبي قبل أن يعلمها غيره. إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ يعني الصلح ده فتح؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. وبعد إيه؟ سنة واثنين وفتح مكة، عرفوا بقى بالفعل أن اختيار النبي كان هو أعلى اختيار، وأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ببركة هذا الصلح، وكان صلح رحمة وتنازل فيه رحمة بالناس جميعا. وعن أبي قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم. بيكلم إيه؟ أتباع سيدنا علي الذين اعترضوا على قبوله إيه للتحكيم، وخرج بعد كده الخوارج وكفروا سيدنا علي حتى بسبب قبول سيدنا علي للتحكيم. أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. وعن أبي قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. يفضعنا يعني يزعجنا أو يجعلنا نعترض. وعن أبي قال: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله. أبو جندل ده ابن إيه؟ ابن سهيل بن عمرو اللي هو صاحب إيه؟ اللي كان بيكتب المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل هذا كان مسلم، وكان أبوه مقيده في مكة ويعذبه على إسلامه. فلما أبو جندل عرف أن رسول الله على مشارف مكة خرج في قيوده يرصف، فوصل إلى النبي بعدما النبي كتب المعاهدة إن اللي يجيله منهم يرد ليهم. فأبو جندل جاي للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قد انتهى من المعاهدة، وأبو جندل يستغيث بالنبي: لا تردني، يعذبوني يا رسول الله، يفتنوني عن ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو:
ايه؟ اتركه لي استثناء، يعني استثنيه من القاعد. وابو وسهيل يصمم انه ياخد ابنه، والصحابه طبعا شايفين النبي بيرد ابو جندل وهو في قيوده ليفتن في نظرهم، فهم مش مستحملين. فهمت ازاي؟ والنبي يفعل ذلك ويدعو له. فهمت بقى المساله؟ وبعد كده ابو جندل طبعا ايه؟ قتل الناس اللي ايه؟ اللي كانوا هيودوه على مكه، ورجع على سيف البحر قعد هناك، وبقى كل مسلم ايه يسلم من مكه بدل ما يروح للنبي يروح لابو جندل. لحد ما قعد هناك مجموعه كبيره قطعت على قريش طريق ايه؟ تجارتها. فبقت تجاره قريش معرضه ايه؟ للهجوم، واصبح طريق التجاره غير امن بمجموعه ابو جندل ومن معه. فهمت ازاي؟ كانوا وصلوا 300 قاعدين هناك بسيوفهم، هياكلوا منين؟ يقوموا مستنيين تجار قريش يذبحوهم وياخدوا التجاره. قريش قالت لا احنا مش عايزينهم. بعتوا للنبي ارجوك يا رسول الله خدهم، مش عايزين. شفت بقى ازاي؟ فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليهم وذهبوا اليه. فبيقول لك احنا بقى واحنا شايفين ابو جندل جاي بسلاحه كده والنبي بيردوا لمكه، احنا مش مستحملين، مش شايفين الحكمه خالص ومش مستحمل. لكن لولا وجود النبي ما كناش ايه؟ تحملنا اننا نتركه يعود. فبيقول لهم كذلك زي ما انتم مش مستحملين ان سيدنا علي يقبل التحكيم الوقت، تذكروا ما حدث، خصوصا ان النبي قال لسيدنا علي لما رفض ان يمحوها قال سوف تفعلها يا علي، انت لا تفعلها الان بالتنازل، سوف تفعلها يا علي. وبالفعل لما قعد يعمل في التحكيم هذا ما عاهد او قبله إيه علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ايه او امير المؤمنين ام معاوية، قال له لا انت مش امير المؤمنين، احنا لسه ما بعناكش، اكتب علي ابن ابي طالب. الله، نفس الايه الموقف. وسيدنا علي يتنازل ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له انك سوف تفعلها يا علي كما فعلتها الان من اجل مصلحة المسلمين. فهمت؟ فلقد رأيتني يوم ابي جندل، اللي هو يوم الصلح يعني، ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ينصر ابو جندل ويمنعه ان يعود يعني، ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم. يعني بيقول انتوا قاعدين كل ما نيجي نحاول نصلح حاجه تقوموا تعملوا لنا حاجه ثانيه زي اللي بيصلح قربه ماء فيها خرم ثقب، يقوم يصلح الثقب ده تروحوا انتوا خرمينها في حته ثانيه، يروح يصلح الثقب ده تخرموها في حته ثانيه، فاحنا مش ملاحقين كده. واحنا كل ما نيجي نرد نجمع شمل المسلمين يطلع فتنه تقوم تسال الدماء، كل ما نجمع شمل المسلمين تعملوا لنا فتنه تسال الدماء، لموا الامر بقى. فده مثال عربي. فهمت ازاي؟ يعني يريد انه يبين ايه الحاله اللي هم فيها، يعني لموا الامر بقى، وكفاكم فتنه وكفاكم تشقق وكفاكم اعتراض على ما فيه المصلحه. فهمت بقى المساله؟ فبيقول ايه؟ اقرا اللفظه دي تاني عشان تتعلم. ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم، يعني هو القاطع كان بيقول حق ويقول ما سددنا مكان ما فتحنا، ما سددنا خصم يعني ايه؟ ثقب يعني، الا انفجر علينا منه خصم. وممكن يقول ايه؟ ما فتحنا هنا بمعنى يعني معنى ايه؟ معنى سددنا، لانها تعلم، لان ساعات العرب يستعمل اللفظه ويراد عكسها لظهور المعنى فيها. فهمت بقى ازاي؟ يراد عكسها، طريقه العرب كده في كلامه. ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم، يعني وانا كل ما سد حته تخرموا لي حته. فهمت ازاي؟ ادي معنى تعملوا ثغرات يعني. وعن ابي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى قوله فوزا عظيما. مرجعه من الحديبية، يعني نزلت الآيات دي والنبي راجع في طريقه من الحديبية لإيه؟ لمكة. وهم يخالطهم الحزن والكآبة
وكانوا الصحابة طبعا راجعين بعد الصلح ده في كآبة وحزن شديد لأنهم كانوا محرمين فلم يطوفوا بل نحروا هديهم وحلقوا شعورهم وهم على مشارف مكة ولم يدخلوها، وعادوا مع النبي متنازلين في الصلح حازنين كئيبين. فنزلت هذه الآيات عليهم في هذا الوقت، وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. أصل فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ما تقدم من ذنب فعلوه قبلك قبل الصلح وبعده أو قبل الهجرة وبعدها، فهم؟ فالذنب هنا إيه؟ ذنبك، أي الذنب الذي فعله المشركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكاف هنا كاف الخطاب بمعنى المفعول به، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي الذنب الواقع في حقك حيث قاتلوك بعد هجرتك وأرغموك على الهجرة قبل أن يقاتلوك. ليغفر لك الله ما تقدم، أي ليغفر لك لأجلك، أي ليغفر لأجلك الذنب الذي فعلوه فيك فيقبل دعوتك فيهم فيدخلوا في دين الله أفواجا. لأن النبي كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فكان هذا الصلح سببا في هداية القوم قبولا لدعوة النبي فيهم وهم يقاتلونه ويحسدون. فهمت بقى المعنى؟ أي ليغفر لأجلك ما تقدم، أي من معادتهم لك فأجبروك على الهجرة، وما تأخر أي بعد هجرتك بقتالك في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، واخد بالك؟ ليتم نعمته عليك أي بقبول دعائك فيهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبالفعل كان بعد صلح الحديبية سببا لدخول الناس أفواجا. يعني قبل صلح الحديبية كان المسلمين عددهم كام؟ 3000 بالكثير، 3000 وبالنساء والأطفال 3500 مثلا. طب النبي لما جه فتح مكة بعدها بسنتين كان كام؟ كان 12000. وبعد فتح مكة بسنة في حجة الوداع كانوا 124000. شوف قد ايه بقى، فهمت؟ فده هو ده الفتح المبين. صحيح. وعن أبي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه حال قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حال قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة. باب الوفاء بالعهد. وعن أبي قال وربنا بيقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني سوف تسأل عنه يوم القيامة. كان مسؤولا يعني سوف تسأل عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يغدر كل غادر يبعث يوم القيامة وله راية من استه، في استه تقول أنه غادر، والغدر هو عدم الوفاء بالعهد. فهمت بقى؟ فسمة المسلمين الوفاء بالعهد، وسمة اليهود أنهم لا يوفون بعهد، ونحن على نقيدهم والحمد لله ببركة اتباعنا لهذا النبي أوفى الناس بالعهد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. يعني كانوا هم ايه مسافرين رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبلتهم ايه بعض الناس من قريش خدوا منهم العهد ان هم لو هيسافروا المدينة ما يقتلوش مع النبي ولا ينصروا النبي، فدوهم العهد وهم رايحين اصلا يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا
نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يبقى ايه؟ امرهم ان هم يوفوا بالعهد اهول الكفار، وهذا على سبيل الاستحباب في هذه الصورة على فكرة، لانه لا يجب في حقك ايها المسلم اذا عاهدت المحارب المحارب للمسلمين الا تحاربه ثم ذهبت للمسلمين، لا يجب عليك الوفاء له، بل يجوز لك ان تعود الى الحرب. ليه؟ لان الحرب خدعة. فهمت بقى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا امرهم ان يوفوا بالعهد على سبيل الاستحباب والخلق الكريم، لا على سبيل الوجوب والالزام. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على باب غزوة الاحزاب غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.